رايي يعني شو بتخبينا اليوم عن مشاركتك بمهرجان بياف مشاركتي بمهرجان بياف عادي جي انبسط وفرفح انا من الداعمين لبياف من اول سنه لانه دكتور ميشيل ظاهر صديق من زمان كثير هو كان مؤسس جوائز ثانيه وخلق البياف عم بشجعه لانه هي إيه البياف البلد ووجهة الحضاره والثقافه للبلد ما عندي مصلحة من ابدا، بس انا عم بشجع عم بشجع بلدي، عم بشجع فني، عم بشجع ثقافتي، اللي بيفهم بيجي بشجع هيك مهرجان راقي. يعني سهل بتابعك على السوشيال ميديا بيعرف كل شي عنك، بنقول لك مبروك على الابتسامة. اه اوكي الابتسامة، ما بعرف إذا فيني أقول دكتور ربيع زغاب ميرسي كثير على الابتسامة الحلوة وكثير توفقنا نيتنا كانت طيبة، شهرين كثير تعذبنا بالابتسامة. أه بس طلعت كثير حلوه و أه على السوشيال ميديا لا اكيد الاشياء الخاصه ما بتعرفوها انا بخليكم تعرفوا اللي بدي اياه انا سهى برايك الفنان ما لازم يخلي مثلا هيك امور اذا عمل تجميل او عمل اي شيء هودي لا بالعكس انا سناني مغيرين، سناني كنت عملتهم انسرام هلا صاروا ايماكس وفي فرق بين الايماكس والانسرام اللي كان بيناتهم زيركون وصاروا ابيض اكثر، معقول يخبي على العالم انه انا مش عامله اسناني؟ طلالتي كانت كثير سريعه مني جاي. كنت مني جايه طلالتي كانت سريعه كثير ما كنت جايه كان عندي أسباب خاصة أه بشكر أول شيء مجوهرات روسونيرو لأن أه اللي هن مواكبيني من سنين وأنا الإيماج عندهم لروسونيرو أه وما بيبخلوا علي أبدا بالطقم اللي بحبه أنا بالإشي اللي بحبها لأنه بيبقى في بودجيه معين لتا يطلع من المحل أه ميرسي روني عيد انت لبيتني من الصبح بالفستان المهضوم، بيعرفني بحب الشعطات وبحب الاشياء الاوريجينال بس ما حب ميرسي كثير اللي هي بالام تي في بتعمل ميك اب وفريلانسر وميرسي جوليانو اسمر كثير على شعري، كثير ميرسي ميرسي فابيان بحبك انا